السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في كورس Design and Analysis of Algorithms. محاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن Types of Algorithms، أو إن احنا هنعمل Classification للالجوريزمز بشكل عام. لو احنا حبينا نتكلم على الالجوريزم Classification، إيه هو الهدف بتاعه؟ دايما احنا عرفنا إن الالجوريزم بيبقى في عندي بروبلم معينه، البروبلم دي انا عايز اعمل لها سولفنج، عايز احلها بروبلم سولفنج. يعني البروبلم دي انا ممكن اعمل لها اتاك او ابدا احلها باكتر من تكنيك او اكتر من اسلوب. فلو انا حبيت اصنف الالجوريزمات المختلفه اللي انا باتاك بيها البروبلم ديت، اصنفها على حسب ايه؟ على حسب التكنيك اللي بيستخدم. كل مجموعه الجوريزمز سيميلر في الاسلوب اللي هي بتستخدمه عشان تحل البروبلم، ممكن ان انا احطها تبع كاتيجوري معينه، كاتيجوري واحده ابدا اتعامل معاها. احنا في محاضره النهارده هنشرح مع بعض او هنتعرف على اكتر من كاتيجوري للالجوريزمات المتشابهه ما بينها وما بين بعض، عشان نبدا نشوف الديفرنت ويز اللي انا ممكن اتاك بيها بروبلم معينه. يعني لازم ناخد بالنا ان ممكن نفس البروبلم اقدر احلها بكلاسز مختلفه من الالجوريزمات، ممكن اتعامل معها باكتر من طريقه. ايه هي الالجوريزمز اللي احنا هنتكلم عنها النهارده؟ هنتكلم على حاجه بنسميها سمبل ريكيرسيف الجوريزمز، باك تراكنج الجوريزمز، ديفايد اند كونكر الجوريزمز، Dynamic Programming Algorithms, Greedy Algorithms, Brute Force Algorithms, و-Randomized Algorithms. دول عبارة عن سبع كاتيجوريز أقدر أصنف الألجوريزمات المختلفة في أحد هذه الكاتيجوريز اللي موجودة طبقاً لطبيعة أو الطريقة اللي بيبدأ يستخدمها الألجوريزم في حل البروبلم بتاعتي. تعال نبدأ بأول كاتيجوري معانا اللي هي Simple Recursive Algorithms. ايه هي الريكيرسيف الجوريزم؟ امتى الالجوريزم اقول عليه ان هو ريكيرسيف؟ هو الالجوريزم اللي بينادي على نفسه، يعني بيحاول يحول البروبلم الرئيسيه الى بروبلم تانية ابسط منها شويه. زي طبعا المثال الشهير بتاعنا اللي هو انا عايز اجيب فاكتوريال الان، عايز اجيب مضروب الان، ففاكتوريال الان هو عباره عن ان في فاكتوريال ان ماينس 1. انت كده عبرت عن البروبلم بتاعت الفاكتوريال بسب بروبلم تانية ابسط منها، بدل ما هي فاكتوريال ان بقت فاكتوريال ان ماينس 1، ان في فاكتوريال ان ماينس 1. طيب وفاكتوريال ان ماينس 1 هيبقى ان ماينس 1 فاكتوريال ان ماينس 2، وفاكتوريال ان ماينس 2 هيبقى ان ماينس 2 فاكتوريال ان ماينس 3. طب واحنا هنفضل كده على طول؟ لا، احنا هنفضل كده لغايه لما نوصل لما يطلق عليه اسم البيس كيس. البيس كيس اللي هي الحاجه اللي هتفك الشفره دي وتبدا تحلها، اللي هو مثلا الفاكتوريال بتاع الواحد بكام؟ بواحد. دي بقى اللي بنسميها تريفيال كيس او البيس كيس اللي بتبدا تتعامل مع القصه دي. فاي الجوريزم عموما هيبقى فيه فكره الريكيرجن الموجوده او الفانكشن اللي بتنادي على نفسها، ده بنقوم نقول عليه ان هو عباره عن ريكيرسيف الجوريزم. طيب هنا في حاجه اكيد ممكن تبقى ملفته للنظر مع حضرتك، اللي هو كلمه ليه بيتقال عليه سيمبل ريكيرسيف الجوريزم؟ لان زي ما احنا هنشوف كمان شويه بقيه الكاتيجوريز، او في كاتيجوريز كتيره جدا في تصنيفات كتيره للالجوريزم، هي في حد ذاتها هي اصلا ريكيرسيف، يعني هي طبيعتها اصلا انها عباره عن ريكيرسيف. يعني مش ده الفئة الوحيدة اللي هتتكلم على الريكيرجن، لا، ده في طرق جاية هيبقى طبيعتها اصلا هي اصلا عبارة عن ريكيرجن. فده ليه بنقول عليه سيمبل؟ عندها الريكيرجن في ابسط صور، في ابسط شكل له اللي انا ببدأ اتعامل معاه. قضيتنا كلها دايما في الريكيرجن ازاي توصل لانك تقدر تعبر عن البروبلم دي في صورة سب بروبلم ابسط منه تؤدي الى الحل. يعني ازاي تحول اي بروبلم بالنسبه لك، طبعا مش كل البروبلمز تنفع تتحل ريكيرجن، لازم طبيعه البروبلم يكون ممكن انها تتحل بالطريقه دي. فطبعا مفتاح الحل بتاعها ازاي توصل للبروبلم انك تعبر عنها بدلاله نفسها بس بحل ابسط او بشكل ابسط. زي ما احنا شايفين ده الفاكتوريال بتاع الان، تريفيال كيس هي هل الان بتساوي تساوي واحد؟ ريتيرن واحد، انت خليه ان في فاكتوريال ان ماينس واحد. فطبعا لو احنا بصينا دلوقتي فاكتوريال الاربعه
بقى عبارة عن 4 فاكتوريال للتلاتة، فاكتوريال للتلاتة بقى عبارة عن 3 في فاكتوريال الاتنين، فاكتوريال الاتنين هيبقى عبارة عن 2 في فاكتوريال الواحد. شايف البروبلم؟ هي في الأصل كانت فاكتوريال 5 بقت 5 في 4 في 3 في 2 في 1 لغاية لما وصل للفاليو. ده الشكل العام فاكتوريال الـ n عبارة عن n في n ماينس 1، ثم بعد كده بدأ يكون بقى فاكتوريال 5 عبارة عن 5 في فاكتوريال الـ 4. طيب يبقى المشكلة دلوقتي بقت فاكتوريال الـ 4، فاكتوريال الـ 4 تبقى عبارة عن 4 في فاكتوريال الـ 3. تمام، فاكتوريال التلاتة تبقى عبارة عن ايه؟ هتبدأ تتفكع بقى على انها عبارة عن 3 في فاكتوريال n ماينس 1 اللي هي 2، بعد كده فاكتوريال الاتنين عبارة عن 2 في فاكتوريال الواحد. اما يجي الفاكتوريال الواحد يلاقي الكونديشن اتحقق التريفيال كيس انه بيرجع 1، تحسب الحسبة بتاعته وتبقى خلصت القصة بتاعته. مثال اخر، احنا كنا لسه قايلين دلوقتي ان مفتاح دايما الريكيرجن هو ازاي انك انت تعبر عن الريكيرجن بسب بروبلم، تكون ابسط ان يعني تعبر عن البروبلم بنفس البروبلم بس بشكل ابسط عشان تبدا تتحل. لو احنا خدنا مثال مثلا ازاي تكاونت ذا نمبر اوف اليمنتس ان ا ليست، معاك لسته اري يعني وعايز تعد فيها كام عنصر، تمام؟ طيب بس خد بالك انا بتكلم عن ازاي اقدر اعمله ريكيرجن، فيبقى لازم تدور على ايه هي التريفيال كيس، الحاله التريفيال اللي هتقف عندها، وازاي تعبر عنها انها بدلاله برضو نفس الفانكشن اللي بتعد الاليمنتس الموجوده في الاري. فين التريفيال كيس؟ if the list is empty، والله لو الليسته فاضيه return 0، otherwise طب لو هي مش فاضيه ادي التريفيال كيس بقى تعمل ايه؟ step past the first element، طنش اول element and count the remaining element in the list. هنا بقى count the remaining element in the list دي معناها ايه؟ يعني تنادي الفانكشن، تنادي على نفسها وتقول له عد بقى باقي الليسته وطنشت اول واحد وادد 1 to the result، لان الواحد ده اللي هو اول element موجود. فانا كده عبرت، يعني لو قال كانت الفانكشن دي اسمها count وبتاخد list، تاخد الليست اللي انا بكاونت بيها، فالفكره كلها انه انا هقوم قايل ان الكاونت دي عباره عن تريفيال كيس، لو كانت فاضيه ريتيرن 0، اذروايز عباره عن ايه؟ اطنش اول واحد في الليسته هو ده اللي انا هعده اللي هو ب 1، واقول له هو عباره عن 1 زائد مين بقى؟ زائد انك تكاونت الريميننج اليمنتس الموجوده في قلب الليسته. كده انا عبرت عن البروبلم في شكل ريكيرسيف، في شكل في ريكيرجن فانكشن بتنادي على نفسها بس بشكل اكتر تبسيط. مثال اخر للريكيرجن، لو انا عايز اتست اف ا فاليو اوكرز ان ا ليست ولا لا، لو انا عايز اشوف في القيمه دي كانه سيرش، يعني عايز ادور على اليمنتس في قلب ليستا، فالتريفيال كيس ايه؟ اف ذا ليست از امتي ريتيرن فولس، لو الليسته فاضيه يبقى ده على طول معناه انه مش موجود الاليمنت ده، مش موجود. طيب if the first thing in the list is the given value، لو كان اول عنصر موجود في الليستة ده هو ده القيمة اللي انا بدور عليها return true. طب otherwise روح بقى step past the first element and test whether the value occurs in the remainder of the list، اللي هو نظام انا خلاص اختبرت اول element في الليستة، لو هو بقى مش هو ده ايوه نادي، خلي الفانكشن تنادي على نفسها بس اديها باقي الليست، تدور المره دي على باقي الليست اللي موجود. بكده في كل مره الليست هتقل بمقدار واحد، نفس الفكره بالظبط اللي فوق، ان انا كنت بعد فبطنش اول واحد واقول له عد الباقي واجمع عليه واحد، هنا كمان انا هدور هقارن اول اليمنت في الليست بالحاجه اللي انا بدور عليها، لو طلع هو كان بيها، لو مش هو اقول له خلاص سيرش عليها في باقي الليست، انا دورت كده في اول واحد. طيب كأن الفانكشن بتنادي على نفسها، تنادي بقى بس المرة دي على سب ليست، ليست أصغر اللي هي طنشت أول واحد، فتبدأ تاخد أول واحد في السب ليست دي وتقارن نفسها، هو أنت يا ابني الحاجة اللي أنا بدور عليها؟ لا مش أنا، خلاص لو مش أنت يبقى تنادي على نفسها بسب ليست أصغر اللي هي طنش أول واحد وهكذا، وبكده يبقى هي دي فكرة الريكيرجن. دايما قضية الريكيرجن عشان تقدر تحل الريكيرجن كويس لازم ازاي تفكر في انك تعبر عن البروبلم، تعبر عن نفس المشكله بنفسها بس بشكل ابسط، وتبقى دايما في اتجاه انها بتروح لغايه ما توصل الى التريفيال كيس او اللي بنسميها البيس كيس بتاعتي. طيب ده النوع الاولاني اللي هو كان اسمه سمبل ريكيرسيف الجوريزمز. النوع الثاني عندنا نوع من الالجوريزمات بنسميها باك تراكنج الجوريزمز.
ايه الباك تراكنج الجوريزم ده؟ الباك تراكنج الجوريزم ده بيعتمد على انه بيتست عشان يشوف في سوليوشن ولا لا. طيب واحده واحده، هو قدامه اكتر من طريق يمشي، يعني يا اما يمشي السكه دي يا اما يمشي السكه دي يا اما يمشي السكه دي، فبيبدا ياخد اول سكه ويمشي فيها، يمشي فيها الاخر، وصل لحل خير وبركه، ما وصلش الحل، سواء وصل نهايه الطريق ده وصله الحل او ما وصلوش لحل، بعد ما بيوصل لاخره بيبدا يرجع مره تانيه عشان لو لقى قدامه اوبشن تاني كان المفروض يمشي يمشي تاني. عشان كده بيسموها باك تراكنج، بعد ما بيمشي بيتتبع كل الاوبشنز اللي موجوده قدامه، كل التشويسز اللي موجوده قدامه، سواء كان وصل لحل او وصل لفيلير لازم يعمل باك تراك. عارف انت كان واحد بيعمل كراولنج كده، بيزحف وبيمشي في كل الاماكن اللي موجوده عشان يغطيها كلها. عشان احاول اقرب لك الفكره، حاجه زي كده لو هو ابتدى انه يعمل الستارت بتاعه كانت هنا، فقدامه يمشي كده ويمشي كده ويمشي كده، الراجل ده قرر ان هو يمشي في اول برانش فمشي كده وبعدين اتنقل لدي ووصل فعلا لسوليوشن، هل هو كده هيقف؟ لا، بيرجع تاني مره تانيه، يرجع مره تانيه عشان يبدا يجرب بقيه البرانشز اللي قدامه او الحلول التانيه اللي قدامه، فيبدا يوصل هنا ماشي تمام، يوصل هنا يكتشف ان هو نوت سوليوشن، ده مش حل تمام، سواء كان وصل ان ده سوليوشن او ده مش سوليوشن، بيرجع يجرب كل الاحتمالات الممكنه، رجع تاني مره تانيه عشان ياخد البرانش الاخير اللي هو ده وصل لسوليوشن واند، ويبقى هو كده وصل لاثنين سوليوشن في الليله دي. المثال اللي قدامنا ده برضو بنفس الطريقه، الستارت بتاعته اهو، يقعد يجرب وصل لاول حل، هيعمل ايه؟ بيرجع هنا، بيرجع هنا، ده مش هيرجع بقى للستارت هنا لا، لان لسه في برانشنج او تفريعه او اوبشن قدامه، هيكمل هنا، يكمل هنا، طلع مش حل ما عندوش اي مشكله، هيرجع مره ثانيه، يقوم يرجع ثاني هنا ويبدا ياخد البرانش اللي بعده، داخل على بي 2، يخش بعد كده على بي 1، يخش بعد كده على جي، تمام، طلع سوليوشن، يكمل مره ثانيه، يرجع باك تراكنج مره ثانيه، رجع هنا ما قدموش برانشات تاني، لكن رجع هنا قدامه برانش يجربه، فلما يجربه يلاقي فيه مشكله تمام ما عندوش برضه مشكله، هيرجع هنا تاني ويرجع ياخد الفرع الاخير، يمشي كده ثم كده ثم يرجع مره تاني، يرجع مره تاني، يرجع يلاقي برانش هنا ويبدا يكمل. عشان كده احنا لو رجعنا للوصف بتاع الباك تراكنج الجوريزم بيقول لك ايه؟ باك تراكنج الجوريزم بيتست تو سي اف ا سوليوشن هاز بين فاوند، هو ماشي بيدور على في حل موجود يا جماعه، اف سو ريتيرن ات، بيرجعه ويبدا اذروايز فور ايتش تشويس، لكل اختيار موجود ذات كان بي ميد ات ذيس بوينت، كل اختيار يلاقيه اوبشن لازم ميك ذات تشويس ريكار، يعني يرجع تاني، اف ذا ريكيرجن ريتيرن از ا سوليوشن ريتيرن ات، اف نو تشويسز ريمين ريتيرن فيلير، وهكذا قاعد بقى بيجرب كل الاحتمالات الممكنه زي المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، هو دخل اي بي سي، رجع للبي، كمل تاني دي اي، تمام، يرجع تاني للدي، يرجع للبي، يرجع للاي، يلاقي في برانش تاني اف، يرجع تاني يخش على جي، يرجع الاتش، هو ده الباك تراكنج الجوريزم، لازم يمشي على كل الاوبشنز المختلفه اللي يبدا يتعامل معاها. اكزامبل مثلا على الباك تراكنج، في بروبلم مشهوره قوي اللي هي لو انا معايا ماب، ماب يعني خريطه فيها بلاد او كده، وانا عايز الون الدول دي او الخريطه دي with no more than four colors، ما عنديش غير اربع الوان، اربع الوان موجودين، فانا عايز الون الخريطه دي، هو عامل فانكشن اسمها color، color دي بتاخد الدوله اللي عايز يلونها، فبيقول color country n، country n ده النمبر بتاع الكانتري ديت، يعني مثلا color 1 color 2 color 3، يبقى دي معناها مصبه لون الدوله رقم 1 الدوله رقم 2 الدوله رقم 3 وهكذا، او كده يبقى اما يقول color 3 يبقى هو لون 3 دول يعني. فالالجوريزم شغال ازاي؟ of all countries have been colored، لو ده trivial case، لو كان كل الكانتريز خلاص اتلونت، وده مش هيحصل غير لو كان الام ده
اللي هو اكبر من النمبر اوف كانتريز. يعني انا جاي بقول لو اني التاسعه وهو اصلا ما فيش غير 8 مدن بس او 8 دول يبقى كده خلاص انا وصلت، فساعتها ريتيرن سكسس. اذروايز بيبدا من كل كلر من الاربعه دول من الفور كلرز دول لو الكانتري ان دي از نوت ادجيسنت تو ا كانتري ذات هاز بين كلرد سي. هو القاعده يا جماعه ان ما فيش دولتين يبقوا جنب بعض او ادجيسنت يبقوا واخدين نفس اللون، فدايما بيختار بلون مختلف، فعشان كده هو بيتشك في الاول لو كان الكانتري ديت ما كانتش ادجيسنت الكانتري تانيه واخده اللون سي يبقى ده من حقه انه هيلون الكانتري دي بالسي ويبدا ينادي على الكانتري اللي بعدها وهكذا. زي المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا، لو احنا بصينا دي كده الخريطه او الدول متلونه باربع الوان فقط اللي هو الجرين والريد واليلو والبلو، مش هنلاقي دولتين جنب بعض واخده نفس اللون، يعني حاجه بهذا المعنى. كده هو بيقعد يمشي 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 عشان يجرب ويمشي على كل الاوبشنز اللي موجود. النوع الثالث اللي عندنا من الالجوريزمز هو عباره عن حاجه اسمها ديفايد اند كونكر. ملحوظه بس عايز اوضحها، كل كاتيجوري من دي يا جماعه كاتيجوري، كاتيجوري معناه ان تحتها الالجوريزمات كتير قوي، يعني ده مجرد مثال بس اللي هو المثال بتاع الكالرنج الماب من امثله الباك تراكنج، لكن في الجوريزمات كتيره تحتها اللي بتشتغل بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه. الديفايد اند كونكر شغلته ايه؟ اسمه بيبين ديفايد، يعني بيمسك البروبلم ويبدا يجزئها الى، هو دايما ديفايد اند كونكر من اسمه مكون من مرحلتين، فعشان كده هو في تو بارتس معاه. البارت الاولاني انه بيبدا يديفايد البروبلم الى سمول سب بروبلمز موجوده معايا خلاص بنفس التايب بتاعها، ويبدا يسولف السب بروبلمز دي. طب ما يبدا يلاقي السوليوشن لكل سب بروبلم من دي، تبدا المرحله الثانيه اللي هي مرحله الكونكور بقى، او مرحله ان انا بكومباين السوليوشنز دي بتاعت سب بروبلم عشان اوصل لان انا كده السوليوشن او احل الاوريجينال بروبلم بتاعتي. يعني في الغالب الموضوع ده برضه فيه ريكيرجن، يعني انت لو تلاحظ ان الباك تراكنج فيه ريكيرجن، ديفايد اند كونكر هو كمان فيه ريكيرجن، بس مش ريكيرجن سيمبل خالص. وحتى بيقولوا ان لو الالجوريزم بتاعك احتوى على اتليست تو ريكيرسيف كول، اتنين ريكيرسيف كول تحت بعض، ده معناه ان انا في الغالب هبقى في الحته بتاعه ديفايد اند كونكر دي اللي انا ببدا اتعامل معاه. ده بيبقى شكل العام بتاع القصه بتاعه ديفايد اند كونكر. بيبقى عندك بروبلم كبيره في مرحله الديفايد، انك بتمسك البروبلم دي تقسمها الى سب بروبلم، سب بروبلم اي وسب بروبلم وسب بروبلم وسب بروبلم. التو سب بروبلمز دول كل واحده منها انت رجعت قسمتها تاني لسب بروبلمز تاني خلاص، فوصلت لسب بروبلم، والسب بروبلم دي رجعت قسمتها تاني لسب بروبلمز تاني، فانت قاعد عمال تجزأ البروبلم لسب بروبلمز وسب بروبلمز وهكذا الى ان وصلت لمرحله ان السب بروبلم دي تقدر تلاقي لها حل، فلقيت لي دي حل، لقيت لي دي حل، لقيت لي دي سوليوشن، دي سوليوشن، دي سوليوشن وهكذا. تبدا بقى مرحله الكونكور، اهي بقى مرحله الكونكور تبدا من انك بتلاقي سوليوشنز للقصه. مع مرحله الديفيجن انت ما بتبقاش لسه لقيت حلول، عمال تجزأ تجزأ تجزأ. مرحله الكونكور تبدا من انك لقيت سوليوشن للبروبلمز الصغيره دي، تبدا تجمع الاثنين سوليوشنز دول ليه، فتلاقي سوليوشن للسب بروبلم اللي كانت اكبر شويه، ثم تبدا تجمع التو سب بروبلمز سوليوشنز دول عشان تلاقي سوليوشن للسب بروبلم الاكبر، الى ان تصل لمرحله الكومباينيشن الاخيره اللي بتلاقي فيها سوليوشن للبروبلم الكبيره بتاعتك. طب ما الموضوع ده احنا خدنا منه على فكره مثال زيه ما جينا اتكلمنا على الكويك سورت والميرج سورت. الكويك سورت والميرج سورت يعتبر من امثله الالجوريزمات اللي بتستخدم فيها فكره الديفايد اند كونكر، صح كده ولا لا؟ الكويك سورت الفكره بتاعته انه دايما بتبارتيشن الاري الى تو بارتس، السمولر نمبر على الشمال واللارجر نمبر على اليمين، وبتبدا ترتب بالطريقه دي. في الميرج سورت انك بتبدا تجزئهم تجزئهم، وبعد كده في مرحله الميرج بتحصل عمليه الترتيب، ما بتحط بوينتر على بدايه الليسته من هنا مع بوينتر، وتبدا تعمل عمليات المقارنه اللي احنا بنتكلم فيها. فالاثنين سواء كويك سورت او ميرج سورت بيقعوا تحت كاتيجوري ديفايد اند كونكور، اللي هو بيجزا ويرجع يميرج او يبدا يلم الدنيا ويبدا يتعامل معاها. طيب
في مثال تاني بس هو الحقيقة المثال ده مش من أمثلة الـ divide and conquer لسبب. ده بنسميه الباينري تري لوك اب، اللي هو معاك تري باينري، باينري يعني كل بيرنت له اتنين صن بس، ده ملهاش صنز اكتر من كده، وانت بتسيرش جواها على حاجه معينه، على قيمه معينه، على فاليو معينه، الفاليو دي موجوده ولا لا. اتوصفت انها كانت سورت باينري تري، هي اصلا باينري تري مترتبه. فلو حضرتك رجعت الكورس بتاع الداتا ستراكشر هتفتكر ان السورت باينري تري معناها ايه؟ معناها انه دايما الروت اللي موجوده في له ليفت صن وفي له رايت صن، دايما الليفت صن هي القيمه الاصغر من الروت، ودايما الرايت صن بيبقى القيمه اللي اكبر من الروت. فلو انا جايب سيرش، السيرش بتاعته بتبقى شغاله ازاي؟ ببدا كومبير الكي اللي انا بدور عليه مع الفاليو اللي موجوده في الروت، فلو كان التو فاليوز ار ايكوال خلاص كده سكسس، وانا كده لقيت الايتم اللي انا بدور عليه وانتهت القصه. اما لو كان الكي دوت طلع اقل من الفاليو بتاعت الروت، يبقى ده معناه ان انا هعمل ريكيرجن وانادي اعمل سيرش مره تانية بس على الليفت سب تري كلها. اما لو كان لقيت الكي كان جريتر ذان، كان اكبر من القيمه بتاعت الروت، يبقى انا هعمل ريكيرجن اخلي الفانكشن تنادي على نفسها بس المره دي تنادي على الرايت سب تري. حلو، السؤال بقى هل ده كده فكره ديفايد اند كونكور متحقق؟ لا، لسبب ليه؟ لانه في الديفايد اند كونكور لازم تنادي وتهندل كل القيم اللي موجوده. يعني لو بصينا على في الكويك سورت او الميرج سورت كل الفاليوز اللي هنا انت بتشتغل عليها، اما في حاله الباينري تري انت بتوقع سب تري تشتغل عليها والسب تري الثانيه هي اللي فيها الحاجه اللي انت بتدور عليها فبتشتغل عليها. فده طبعا في تو ريكيرسيف كول، لكن هو هنا مش شغال بفكره ما اقدرش اعتبره ديفايد اند كونكور، لان ديفايد اند كونكور بيجزا ويرجع يجمع الحاجه كلها على بعضها ما يوقعش حاجه منه. فده طبعا مش ده اللي بيحصل اللي بيبدا يتعامل معاه. من اشهر الحاجات اللي من امثله برضو الريكيرجن، وفي حاجه اسمها فيبوناتشي نمبرز. فيبوناتشي نمبرز احيانا بيعتبروه سيكونس، سيكونس اوف نمبرز، سيكونس يعني زي ارقام كده متتاليه ورا بعض بس ارقام معينه. ايه الفيبوناتشي ده او ايه القصه؟ الفيبوناتشي نمبرز دي هي عباره عن قاعده اساسيه كده بيقول لك مثلا ان الفيبوناتشي بتاع الزيرو بزيرو والفيبوناتشي بتاع ال1 ب1، ده الانيشال فاليو بتاعه، يعني اول رقم في سلسله الفيبوناتشي هو عباره عن زيرو وتاني رقم فيها هو عباره عن 1. بعد كده اي فيبوناتشي جاي هو عباره عن الفيبوناتشي عباره عن مجموع الرقمين اللي قبله. يعني احنا قلنا فيبوناتشي 0 0 فيبوناتشي 1 1، طب فيبوناتشي 2 بكام؟ فيبوناتشي 2 هو عباره عن مجموع فيبوناتشي 1 زائد فيبوناتشي 0، فيجمع الصفر والواحد مع بعض فيبقى هو ده الواحد. طب فيبوناتشي 3 بكام؟ هو عباره عن فيبوناتشي 2 زائد فيبوناتشي 1 اللي هو مجموع الاثنين دول، 1 1 يطلع 2، بعد كده 2 و1 يبقى 3، بعد كده 3 و2 يبقوا 5، 5 و3 يبقوا 8، 8 و5 13، 13 و8 21، 21 و13 34 وهكذا. فدي بيسموها فيبوناتشي سيريز او فيبوناتشي سيكونس، اللي هو متسلسله فيبوناتشي انها 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 وهكذا. فيبقى كده القاعده العامه بتاعت الفيبوناتشي بتاع فيبوناتشي ان، لو انا عايز احسبه هو عباره عن فيبوناتشي ان ماينس 1 زائد فيبوناتشي ان ماينس 2. ده على طول اوتوماتيك ريكيرجن. طبعا ريكيرجن ليه؟ لان كان الفانكشن بتنادي على نفسها. يعني عايز فيبوناتشي 5 هو عباره عن فيبوناتشي 4 زائد فيبوناتشي 3. طب وفيبوناتشي 4 اجيبه ازاي؟ هو عباره عن فيبوناتشي 3 زائد فيبوناتشي 2. طب وفيبوناتشي 3 يتجاب ازاي؟ عباره عن فيبوناتشي 2 زائد فيبوناتشي 1 وهكذا. طب فيبوناتشي 2 عباره عن ايه؟ فيبوناتشي 1 زائد فيبوناتشي 0. هنا بقى اوصل للتريفيال كيس اللي هي فيبوناتشي 0 وفيبوناتشي 1 اللي معروف القيمه بتاعتها، يعني فيبوناتشي 0 بصفر وفيبوناتشي 1 بكام؟ بواحد. فتبدا ترد وتبدا تتعامل. الى ان الفيبوناتشي كاريكيرجن من الحاجات اللي الاوردر بتاعها بياخد وقت طويل. ليه؟ لانه ده ريكيرجن غريب شويه، في اثنين كل ريكيرجن جوه الفانكشن. لان لو انا عايز اجيب فيبوناتشي ان هو عباره عن فيبوناتشي ان ماينس 1 وفيبوناتشي ان ماينس 2، يعني بيحصل كل ريكيرجن مرتين جوه نفس الفانكشن.
ده في كل مره هيحصل الكولا هيحصل فيه المأساة اللي احنا شايفين قدامها دي. يعني مثلا عايز اجيب فيبوناتشي 5 فتلاقيك بتضطر انك تحسب فيبوناتشي 4 وتحسب فيبوناتشي 3، مع العلم ان فيبوناتشي 4 اصلا جواه امبيدد فيبوناتشي 3 كمان، بس هو مش هيعمل كده، هيشتغل دي ريكيرسيف لوحدها وهيشتغل دي ريكيرسيف لوحدها، وده بيخلي الاوردر بتاعه اكسبوننشال 2 اس ان 2 اس ان. الاكسبوننشال طبعا احنا عارفين من اسوء الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده في الاوردر بتاع الالجوريزمات المختلفه، الى انه من الحاجات اللي احنا بنبدا نتعامل معاها. عشان نبدا نحلها نوع جديد اخر بنسميه او كاتيجوري جديده بنسميها دايناميك بروجرامينج الجوريزمز. هنا بقى واقفه عندها اسمها دايناميك بروجرامينج. دايناميك بروجرامينج الجوريزمز هي عباره عن الجوريزمات ميزتها انها بتميمورايز. ميمورايز يعني بتتذكر، بتفتكر بازاي استخدم نتائج حاجات انا وصلت لها في ان انا ابسط نتائج حاجات تانية بعد كده انا عايزها. فانا بفتكر الشغل اللي انا بعمله، حاجه زي الفيبوناتشي ده، وفعلا دي من امثلتها. ازاي بقى نفس المشكله بتاعه الفيبوناتشي دي انا احلها بالدايناميك بروجرام؟ ببساطه كده، انا عايز فيبوناتشي 5، طب ما هو فيبوناتشي 5 عباره عن فيبوناتشي 4 زائد فيبوناتشي 3. طب جميل، يعني انا محتاج احسب فيبوناتشي 3 ومحتاج احسب فيبوناتشي 4. طب ما هو اصلا فيبوناتشي 4 عشان احسبه محتاج فيبوناتشي 3 اللي انا اصلا كنت طالبه منه في حاجه ثانيه. فهي دي بقى الفكره، الدايناميك بروجرامنج بيعمل ميمورايز، ازاي استفاد من النتائج اللي انا وصلت لها في نتائج ثانيه اقدر استفاد بيها وابدا اتعامل معاها، وهي دي الميزه اللي موجوده في الدايناميك بروجرامنج. دايناميك بروجرامنج بيبقى فيه مالتيبل سوليوشنز اكزيست، بيحتاج ان هو يدور على البيست 1 بس دايما بيدور، مفيش مانع ان يحصل اوفرلابنج سب بروبلمز. اوفرلابنج يعني يحصل تداخل، زي المثال اللي قدامنا قلناه في الفوق، يعني انا عايز احسب في ماتش 4 فهو اصلا في فيبوناتشي 4 جواه فيبوناتشي 3 وفيبوناتشي 2، وانا اصلا عشان احسب فيبوناتشي 5 عايز 4 و3، فبالتالي انا بستفاد من النتائج في بعضها. هي دي فكره الاوفرلابنج سب بروبلم اللي احنا بنتكلم عليه. في الديفايد اند كونكر لا، بيختلف ان السب بروبلمز بتبقى ما بيبقاش فيها اي نوع من الاوفرلابنج اللي موجود قدام. اما جيت اعمل عمليه سورتنج مثلا سواء كويك سورت او ميرج سورت، مفيش، اما بتقسم مجموعه النمبرز بتاعتك لتو ليستس، دي مجموعه ودي مجموعه، مفيش ما بينهم اوفرلاب. لكن في الحاله بتاعت الفيبوناتشي اللي بنتكلم عليها، فيبوناتشي 5 جواه 4 و3 وده جواه 3 وجواه 2 وهكذا، فبيحصل ميكس زي كده. مثال بيقرب لك الدايناميك بروجرامنج حاجه زي اللي احنا شايفين قدامنا ديت. دي الستارت بتاعتنا ودي الاند بتاعتنا، دي عباره عن نودز وتكلفة الانتقال من الستارت للنودة دي مكتوب عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عايز اشتغل على الباص ده هيبقى معناه ان هيكلفني 4 وهيكلفني 5، فالاربعة والخمسة دي تبقى 9. هنا مثلا لو مشيت كده يبقى انا هيكلفني 2 و4 فهتكلفني 6. هنا لو انا مشيت من الستارت للمكان ده هيبقى 1 و3 هيبقى 4. فانا عايز اتحرك من الستارت عايز اوصل للاند اللي قدامي باقل كوست، فزي ما احنا شايفين في باصات كتيره، في باصات كتيره قدامي. في الدايناميك بروجرامنج انا بحاول استفاد من النتائج. يعني ايه استفاد من النتائج؟ يعني مش كل ما اجي امشي باص احسبه كله من الاول تاني، لا انا مش هعمل كده. انا بجمع الارقام، ان انا وصلت لهنا 9 مثلا، هنا الكوست بتاعي 6 اللي هي الاربعه والاثنين، هنا الكوست بتاعتي 1 و3 و4. اما اجي على النود اللي بعد كده ديت، طب ما انا ممكن اوصل لها كده وممكن اوصل للنود دي اتحرك بيها هنا، في اكتر من باص قدامي، استفاد بقى من النتائج السابقه اللي انت شايفها قدامك ديت. هو هنا بيختار دايما المينيمم كوست او اللي تكلفته اقل، وهو ده الباص اللي رسي عليه في الاخر اللي هو اتعلم عليه بالخط الاحمر ده، اللي هو ال1 ديت زائد ال1 ديت زائد يبقى 1 1 2، وهنا كان في 10 تكلفة الباص اللي قبل كده الأفضل ده، فبالتالي 10 و2 12 فحسب الكوست بتاعه. هو بيحاول يستفاد من النتائج السابقة اللي اتكونت عند النودز دي عشان يقدر يحدد في الآخر الباص بتاعه عبارة عن إيه. وناخد بالنا إن هو في كل مرة الخطوط الحمراء اللي بدأت تظهر دي بتظهر على الأقل كوست، الكوست بتاعه عبارة عن إيه. يعني هنا لما جه هنا مثلا من 6 دي عند النودة ديت كان ممكن ياخد الباص ده، ممكن ياخد الباص ده، بس هو لو مشي على الباص ده يبقى 3 و9
3 و9 هيبقوا 12، لكن لو مشي هنا هيبقى الـ ده مش كده بس، 3 و9 12 والاثنين دي كمان هتبقى 15، لكن هنا هيبقى 6 و2 و2 يعني 6 و4 10 اللي هي التكلفه اللي احنا شايفينها قدام، فهو اختار الباص الاقل وهكذا. هنا بيعيد تاني مره تانيه الفيبوناتشي نمبرز اجين، بس المره دي عايز يحلها بدايناميك الوكيشن. هي دي بقى الفكره، ان الدايناميك الوكيشن ايه؟ انه عشان يحسب فيبوناتشي ال محتاج يحسب فيبوناتشي ان ماينس 1 وفيبوناتشي ان ماينس 2. طب ما هو اصلا فيبوناتشي ان ماينس 1 في حسابه هيبقى محتاج فيبوناتشي ان ماينس 2 وان ماينس 3. هي دي بقى الفكره، الفكره بدل ما يحسب الحاجه مرتين يبدا يستفاد بالقيم اللي اوريدي حسبها ويأكيوموليت، لان احنا اتفقنا ان الدايناميك ابلكيشن الدايناميك بروجرامنج بيسمح بانه يعمل ميمورايز، يعني يستفاد من القيم اللي اوريدي حسبها عشان يحسن الدنيا ويبدا يتعامل معاها. الكاتيجوري اللي بعد كده اللي معانا هي الجريدي الجوريزمز. كلمه جريدي معناها شره، مشاره يعني اكول، يعني بياكل كتير. يعني الالجوريزمات الجريدي هي بتستخدم دايما في الاوبتمايزيشن. كلمه اوبتمايزيشن بروبلم معناه ان في اكتر من حل قدامه بس هو بيحاول انه يوبتمايز، يعني يختار احسن. بس مشكله الجريدي الجوريزم عباره عن ايه؟ ان هو دايما بيشتغل على اللوكال اوبتيموم عشان هدفه يوصل في الاخر الى الجلوبال اوبتيموم. لا مش فاهم الكلام ده يعني ايه؟ هقول لك الدنيا عباره عن ايه. يعني على سبيل المثال ان لو انا موجود في نقطه معينه سي زي المثال اللي قدامي ده، سيلزمان واحد عايز يتحرك من الستارت لوكيشن دي وعايز يروح للديستنيشن ده، فقدامه طرق مختلفه، يا اما يمشي يتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا، او يمشي من هنا لهنا لهنا، او يمشي من هنا لهنا لهنا، في اكتر من طريق قدامه. طيب هو عشان يبدا يختار الجريدي الجوريزم بيشتغل ازاي؟ في كل مكان هو واقف فيه بيبدا يشوف اللوكال اوبتيمم. اللوكال اوبتيمم يعني طبقا للمكان اللي هو فيه دلوقتي مين اقل كوست. هو لو اتنقل من مكانه ده لسيتي ايه هيتكلف 15، ولو اتنقل من مكانه ده للسيتي دي هيتكلف 10، ولو اتنقل من المكان ده للسيتي دي هيبقى 25. فهو كده بيدور على الاقل، الاقل من المكان بتاعه ده هيبقى انه يختار ال10. بس ناخد بالنا ان القرار بتاعه ده قرار لوكال نسبي للمكان اللي هو فيه دلوقتي. مين قال له؟ ما جايز انه لو راح لايه، راح للمدينه دي هيلاقي بعد كده طريق مختصر يبدا يتنقل عليه، لكن هو ما بيعملش كده. هو دايما بيحسب لوكال اوبتيمم من المكان الكرنت اللي هو فيه قدامه، ظنا منه انه من اللوكال اوبتيمم دي يقدر يوصل في الاخر الى جلوبال اوبتيمم. هو بيتمنى كده لكن مش دايما ده اللي بيحصل فيه، لانه الصح ان انا كاني بحسب، او مش الصح، دي احد الافكار اللي موجوده، ان انا ممكن احسب الكوست بتاع كل الطرق. يعني ممكن اقول انا لو مشيت الطريق ده عشان اوصل للديستنيشن اجمع بقى 15 و11 و27 دي تعمل لي كام؟ طب ولو مشيت كده وكده التكلفه بتاعتها كام؟ طب لو مشيت كده وكده وكده وبعدين كده التكلفه بتاعتها كام؟ ممكن مش دايما لازم ان يكون البدايه اللي انا ابتديت بيها كلوكال اوبتيمم ان ده احسن حاجه في الجزء اللوكال بتاعي هو اللي يؤدي بيها في الاخر الى جلوبال اوبتيمم معايا. فلو احنا بصينا بقى للاخ ده، هو اختار دلوقتي قدامه 15 و10 و25 اختار ال10. لما وصل لبي لقى قدامه 20 وقدامه 2، فطبيعي جدا ان هو هيختار الاثنين، هو برضه اختارها لوكال اوبتيمم. لما وصل لهنا ما قداموش غير اوبشن واحد عشان يوصل للديستنيشن ده اللي هو السبعه اللي قدامها، فبدا يختارها ووصل فعلا للديستنيشن بتاعه. طيب الكاتيجوري اللي معانا بعد كده هي البروت فورس الجوريزم. ايه البروت فورس الجوريزم دي؟ البروت فورس الجوريزم يعني من الترجمه بتاعتها بيسموها حتى الالجوريزمات بتاعه القوى الغاشمه. القوى الغاشمه دي انا بحاول دايما يعني اشبهها بايه؟ هي فكره انه حد ما بيفكرش، حد ما عندوش اي شكل من اشكال الذكاء خالص، هو مش شخص ذكي نهائي.
لكن هو عنده صبر انه يجرب كل الاحتمالات الممكنة. بحاول دايما اشبهها بانك تخيل انك انت جيت على شقة الباب بتاعها مقفول، تمام؟ فانت عايز تدخل جوه الشقة ومعكش المفتاح، فبتعمل ايه؟ بتقعد تضربها، تضرب الباب بكتفك، تجيب حتة حديدة وتحاول تكسر الكالون، تحاول تخبط جامد، تفك الحلق بتاع الباب. انت بتقعد تجرب كل المحاولات، بس حقيقة الامر انت ولا محاولة من المحاولات دي بتستخدم فيها اي شكل من اشكال الذكاء. انت بتجرب كل الاحتمالات الممكنة لغاية لما احتمال فيهم يفتح، فده بنسميه بروت فورس الجوريزم. مثال اخر، لو انا جيت على سبيل المثال معايا حاطط باس كود على الموبايل، رقم عشان الموبايل يفتح، الشاشة بتاعته تتفتح، والباس كود ده مكون من 4 ديجيتس، 4 ارقام. فواحد انت مش عارفه وعايز تفتح الموبايل، فانت ايه الاحتمالات اللي قدامك؟ فتقول بقى ايه، انا هجرب كل الاحتمالات، يعني هجرب من اول 0000 4 اصفار، ثم 0001 ثم 0002 ثم 0003 ثم 004 لغايه ما توصل ل 9، وبعد كده تقول 10، تقعد تجرب كل الاحتمالات الممكنه. حل طويل مش كده، هو بيوصل، بس هو بروت فورس الجوريزم اللي هو بيجرب كل الحلول الممكنه اللي انا اقدر اوصل بيها لان انا اقدر افك القضيه بتاعتي. المهم انه الموضوع بتاعي بالنسبه لي يبدا يتحل. يعني من المثال اللي اقدر عليه البروت فورس الجوريزم لينير سيرش. لينير سيرش اللي هو انت بتدور على فاليو، مهما كانت الليسته طويله 1000 ايتم 2000 ايتم، وممكن تلاقي الايتم اللي انت بتدور عليه ده في الاخر ولا في النص ولا حاجه، بتمشي واحد واحد. اي الجوريزم هيبقى فيه فكره انك بتجرب كل الاحتمالات الممكنه بدون اي شكل من اشكال الذكاء، فهو يتقال عليه كلمه بروت فورس الجوريزم او خوارزم القوى الغاشمه اللي احنا بنتكلم عليها. في بقى طبعا طرق كتيره بتبدا تتدخل عشان تمبروف البروت فورس الجوريزمز، يعني بدل ما انت تجرب كل الاحتمالات تحسن الوضع شويه، بدل ما يبقى قدامك مثلا مليون احتمال لا يبقوا 10000 احتمال بس. عشان احسن البروت فورس الجوريزمز في طريقتين، يا اما بستخدم حاجه اسمها هيوريستكس، يا اما بستخدم اوبتمايزيشنز مختلفه. الهيوريستكس ديت هي رول وصل لها الناس بالخبره بالاكسبرت كده، بالتجارب او الخطا، وصلت لحاجه تساعدك في انك انت تقلل بيها او تحدد ابدا بايه في انت هتجرب كل حاجه، بس ممكن تبدا بحاجه ربنا يكرمك وتفتح بيها، بدل ما تجرب كل الاحتمالات تقول انا هبدا، بدل ما ابدا بان انا افتح الموبايل بالاربع اصفار، لا انا هبدا اجرب بالاربع وحيد لسبب ما، عندك سبب. ففي هيوريستيك معينه بتخضع لها القصه دي. والاوبتمايزيشن، الاوبتمايزيشن هو اي تكنيك من وسائل الاوبتمايزيشنز المختلفه اللي بتخضع للماثيماتكس او الرياضه، عشان برضو بنفس الهدف ان انا ما اعملش اكسبلورنج لكل البوسيبيليتيز اللي موجوده قدامي، ما اجربش كل الاحتمالات، لا انا بحاول اقلل السيرش سبيس اللي انا ببدا اشتغل عليه او ابدا اتعامل معاه. اخر كاتيجوري معانا في الالجوريزمز المختلفه اللي موجوده هو حاجه بنسميها الراندمايزد الجوريزمز. الراندمايزد الجوريزمز ببساطه بيتوصف اي الجوريزم بانه هو راندمايزد اذا كان يعتمد على نمبر معين يتم اختياره بشكل راندوم، او كومبيوتيشن معينه بيتم اختيارها في البدايه بشكل راندوم. وفي الجوريزمات كتيره زي كده، من اشهرها مثلا الكويك سورت اللي احنا خدناه. الكويك سورت بيعتمد في الاول على اختيارك للبيفوت، البيفوت ده اللي على اساسه بتصنف الارقام بتاعتك او الاعداد لناس اصغر منه وناس اكبر منه من البيفوت ده. البيفوت ده ممكن تختاره بشكل عشوائي اول رقم، او ممكن تختار له قاعده تحسن بيها وتظبط الدنيا بتاعتك. فالبيفوت ده في الكويك سورت يعتبر بيحقق ان الالجوريزم بتاع الكويك سورت راندمايزد الجوريزم. هنا بقى في سؤال مهم، طب ما احنا الكويك سورت لسه قايلين عليه ان هو تبع الديفايد اند كونكر الجوريزم، ده حقيقي؟ ايوه. طب هو تبع الديفايد اند كونكر ولا تبع الراندمايزد الجوريزم؟ تبع الاثنين كاتيجوري. هو
الفكره كلها ان كل كاتيجوري دي من دي بنقول انه بيتحقق فيها خصائص معينه، فهنا الالجوريزم بيعتمد على قيمه راندوم ايوه، وفي نفس الوقت هو بيشتغل بفكره انه بيديفايد البروبلم الى سب بروبلمز، يلاقي السوليوشنز بتاعتها او الحلول بتاعتها المختلفه ويبدا يتعامل بعد كده. يبقى ايه المشكله؟ الكلاسيفيكيشن هنا او التصنيف ده مش معناه ان الالجوريزم يبقى لازم يكون بينتمي لحاجه واحده، ده خلاف كده اللي انا عايز اقوله لحضرتك عليها. بروبلم مثلا زي الفيبوناتشي، ما البروبلم بتاعت الفيبوناتشي ممكن تتشرح في السيمبل ريكيرسيف الجوريزم وممكن تتشرح في الديناميك بروجرامنج وهكذا، يعني انا عايز اقول هنا بطريقه وهنا بطريقه ثانيه. واذا كان الالجوريزم بيحقق اكتر من خاصيه في تبع الكاتيجوريز اللي احنا شرحناها دي، مفيش اي ما يمنع ان الالجوريزم الواحد ينتمي لاكتر من كاتيجوري. مثال اخر للراندمايزد الجوريزمز ديت، انما لو معايا لارج نمبر رقم كبير وعايز افكتره، افكتره يعني ايه؟ يعني تقسمه تقلل القيمه بتاعته. طب انت مش عارف هتقسمه على ايه؟ على كام يعني عشان يقل؟ فانت احيانا بتخلي الالجوريزم ان هو يختار راندوم نمبر ويبقى هو ده الديفايزر بتاعه، بتقسمه على نمبر راندوم، راندوم عشوائي ايا ما كان القيمه بتاعته ديت عباره عن ايه تبدا تتعامل معاه. ده شكل للراندمايزد الجوريزمز. وبكده يبقى احنا شرحنا كاتيجوريز مختلفه للالجوريزمات اللي احنا بنتعامل معاها طبقا لخصائصها وطبقا للتكنيك المختلفه. وبفكرك ان ممكن البروبلم الواحده زي السيلز مان الراجل اللي بيلف في مدن مختلفه ده، ممكن ان انا اقدر اهندله باكتر من طريقه واكتر من كاتيجوري. شكرا لحضرتك.